التفصيل في مسألة معاملة الوالد المبتدع الداعي إلى بدعته. الوالد إن كان مبتدعا وابتلي به الإنسان بهذا الابتداع فإنه يعامله بالتي هي أحسن، لأنه إذا كان في الشرك الله يقول جل في علا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإنت شنو تدون الكلمة الطيبة وتعاملهم بالتي أحسن وترغبهم في السنة. الزول والده ولا أبويا الكلام ده الصح فيه كذي والسنة كذي والبدعة كذي والكلام ده ما بجوز في الشريعة، بعد ذاك دعا للبدعة نشرها بين الناس ترد بين الناس ترد، وجماعة صح والدي لكن الكلام اللي قاله ده مخالف للشريعة والواجب عليه إنه يقول كذي لأنه ده موافق للشرع والبدعة الجابة دي مخالفة للشرع. بس ده كل الموضوع. بعد ذاك شنو الوالد ما يعامل كمعاملة عامة الناس؟ لو زول ساي داعية للبدعة ده بتهجره وبتحذر منه، أما الوالد فإنك تحذر وتبين لكن لا نقول بهجراني. بإمتى؟ أنت تحذر وتبين تقول الزول اللي بيدعو للبدعة ما تجالسوا، حتى لو كان والدي ما تجالسوا وما تسمعوا له حتى لو والدي، لكن كمان شنو ما يناديك أعمل كذا تقول له لا مبتدع ما بعمل تعاطل مبتدع، لا ما بتقول له عاطل ولا مبتدع، وإنما شنو تعامله بالتي أحسن وإن كان مبتدعا حتى يعود إلى الحق، لأنك أمرت بالإحسان إليهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.